الاحتواء والاحترام وكل حاجة. حاجات كتير محدش هيرضيهم. مش عارفة كلمة الحلوة بس اعتقد دي اسهل حاجة يعني محتاجها الراجل. والله احنا عايزينهم يسيبونا في حالنا وخلاص، يعني مش عايزين اي حاجة تانية، احنا ناس مسالمة جدا. مش عايزة حاجة والله، احنا كويسين والستات كويسة. ممكن يكون في حاجة كتير تضايق الراجل من الست، قلة اهتمام، بحس نفسها ان هي اعلى منه، يعني بحسها دي اكتر حاجة بتضايقه. يعني اولهم الزن واخرهم الزن. الزن والنكد انا بتضايق من عند بس.